يسعد رب الناس الكفو لك والله العظيم بتشكركم من جوا قلبي. بساعه واحده اكثر من 200,000 مشاهده والله لكم كفو يا جماعه. بس بدي منكم طلب صغير، بدي اياكم توقفوا معي بهي الشغله. اي حدا منكم عم يتابعني وقف معي بهي الشغله، انه تنشر رابط الفيديو بكل مكان، لانه في ناس بتطول لتشوف الفيديو بخاف يسبب لي مشاكل. من شان هيك بدي منكم كلياتكم اللي عنده حساب تيك توك ينشر احلى مقطع حبه من الفيديو، بيقول شوفوه كامل بقناة الجواني، ينشروه على حساب الانستغرام واكتبوا شوفوه كامل بقناة الجواني. الكل يعمل هاي الحركة على الفيسبوك من بعد اذنكم طبعا، يا ريت ما حدا يخجلني. الكل يعمل هاي الحركة من شان ما يسبب لي مشاكل الفيديو، والله يسعد لي ربكم. انا بحبكم وبخبركم ان الفيديو ما علي ارباح، لانه ما بعرف اليوتيوب اعطاني علامة صفراء. يعني الفيديو دفعت من جيبي وتعبت عليه وعلى الفاضي، بس ماني سأل. المهم يكون حبيتوه، المهم يكون انتم اقتنعتوا فيه، وانا عم بشتغل على شيء قوي، وان شاء الله يا رب على طول برجع لكم بشيء قوي. الله يخلي لي اياكم يا رب. هاي حبايبي، صباح الخير. صباح 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 الخير او مساء الخير حسب كيف انتم عم تحضروني. حبيت صبح عليكم اليوم، انا هيك بما اني فايقه نشيطه حبيت صبح عليكم. حبيت احكي لكم انه ان شاء الله يا رب يكون هذا اليوم احلى يوم بحياتكم واسعد يوم، ويكون اليوم يوم مميز ان شاء الله بحياتكم، وتعملوا بهاليوم كتير شغلات منيحة ومفيدة لكم. وبس هيك حبيت اطلع يعني هيك صار زمان ما صبحت عليكم، وهيك حكيت معكم هيك شغلات من قلبي، وهيك طلعت دردشت معكم. دائما مشغولة مدري شو، بس اليوم حابة أدردش معكم في موضوع كتير مهم. لا راح أحكي لكم يا بعد الستوري تبع الستوري. وبس هيك حبيت هيك أفائلكم هيك بالخير شوي اليوم. هيك هيك بس أوكي لنكمل. المهم حبايبي، اليوم الموضوع اللي بدي أحكي لكم عنه إنه حماس كتير. أنا كتير 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 متحمسة من جهتي إني بكرة إن شاء الله بكرة رح أروح على مكان كتير كتير حلو، ورح أصور لكم كل شيء. بس بدي من الكل هلأ يتوقع لي لوين رايحة وشو رح أساوي، يعني لوين رايحة وشو رح أساوي، لأن أنا رايحة على هذا المكان أساوي شيء لكم. يعني مستحيل تتوقعوه، وشي يعني خارق حارق متفجر. فان شاء الله بكرة رح تعرفوا كل شيء، ورح صور لكم كل شيء بالستوريات وفيديوهات يوتيوب وكل شيء شو رح اساوي بكرة. شيء جد 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 يعني كتير 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 رح تكيفوا عليه ورح تتحمسوا له. ان شاء الله بكرة بخبركم بكل التفاصيل. بس بدي من الكل يقول لي شو بتتوقعوا رح اعمل ولوين. حبايبي في موضوع تاني بدي احكي لكم عنه، بس هذا الموضوع مستفزني جدا. احكوا لي ليش يا بيسان، شو الموضوع، ليش مستفزك؟ انا بحكي لكم ليش كل العالم بالبلدان عندها صيف وكيف، وهذا اللي راح حاطط لي درجه الحراره. اوكي سامسلكم هذا اللي بحط اوكي ابن خالتي هذه اوكي، هذا اللي بحط درجه الحراره، وهذا اللي بكون رايح على المسبح، وهذا اللي بكون رايح على البحر، وهذا اللي بكون رايح ما ادري شو، وكل الناس رايحه عم تصيف الا عنا في شتاء. طب ليش بتشتي؟ ليش 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 بتشتي؟ وين الشمس؟ وين الصيف؟ ليش يعني؟ خلص عصبت حبايبي. اللي ما شاف فيديو اللي نزل اليوم